في إطار المنظومة القائمة المغربي في التزام بمبررات القائمة الدولي. مسجد الأقصى المغرب ملتزما بالحوار وآثار الرسائل الدولي وجميع قاطرة للتنمية على المستوى الإقليمي والقومي. وقد عرفت السنوات الأخيرة تطورات ملموسة على عدة مستويات. فعلى مستوى الأمم المتحدة أقبلت القرارات الأخيرة على مجلس الأمن المقاربات والأطروحات المتجاوزة وغير واقعية. كما أكدت على المشاركة الفعلية للأطراف المعنية الحقيقية في هذا النزاع الإقليمي، ورسخت بشكل لا شرط فيه الحل السياسي الذي يقوم على الواقعية والتوافق. وهو ما ينسجم مع المبادرة المغربية للحق الذاتي التي تحظى بضمير. ما تنسوش تابوناو في لاشين وتأكتفوا الجرس باش يوصلكم الجديد من فيديوهات المغرب اليوم.